بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 88. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كتاب الجهاد أي أحكام هذا الكتاب، تذكر فيه أحكام الجهاد. والجهاد كسر الجيم، مصدر جاهد يجاهد، جهادا ومجاهدة، فهو من أفعال المشاركة مثل القتال، يكون هناك طرفان يتقاتلان أو يتجاهدان، وهو مأخوذ من الجهد، وهو الوسع والطاقة. فالمراد به شرعا هو بذل الوسع والطاقة في قتال العدو لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فالجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام وإعادة الناس إلى عبادة الله التي خلقهم من أجلها. هذا هو الجهاد في سبيل الله. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل لطلب المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما الذي يقاتل حمية أو شجاعة أو لطلب المغنم فهذا ليس في سبيل الله، إنما هو في سبيل مقصوده الذي يريد. والجهاد شريعة قديمة، كانت الأمم السابقة إذا عصت الرسل أنزل الله فيهم عقوبة مستأصلة أهلكتهم جميعا، كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم البائدة، إذا امتنعوا من طاعة الرسل أنزل الله عليهم عذابا مستأصلا يعمهم جميعا. ثم إن الله بعد ذلك شرع الجهاد بدل العقوبة المستأصلة، شرع الجهاد وهو أن يقاتل المسلمون الكفار بعد الدعوة، بعد الدعوة إلى الله وإبلاغ الحجة، فمن أبى فإنه يقاتل. حصل هذا عند الأنبياء السابقين مثل موسى عليه السلام لما خرج بقومه لتخليص بيت المقدس من الوثنيين، مثل ما حصل بعد موسى في عهد طالوت وقتل داود عليه السلام لجالوت. هذا في الجهاد في سبيل الله، وكذلك في الإسلام، فإن الله شرع الجهاد للمسلمين، ولكن شرع الجهاد في الإسلام بالتدريج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة هو والمسلمون كانوا مأمورين بكف أيديهم
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر بالعفو والإعراض عن الجاهلين والصبر والتحمل على ما يلقى في مكة، ولم يؤمر بجهاد بل كان منهيا عنه، لأن المسلمين في حالة ضعف وليس لهم دولة يستطيعون أن ينطلقوا منها للجهاد في سبيل الله، فلو قاموا بشيء منه لاستأصلهم العدو، وهذا ما يسمى بالعهد المكي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا بالإبلاغ فقط ومنهيا عن القتال ومأمورا بالصبر والتحمل والمواصلة للدعوة، هذا قبل الهجرة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن بالقتال إذنا لا أمرا، أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن لهم بالقتال ولم يؤمروا به. ثم بعد ذلك أمروا بقتال من قاتله والكف عمن لم يقاتله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأمروا بقتال من قاتلهم فقط. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة وهي الأمر بالقتال مطلقا، قتال المشركين مطلقا، فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. لما أنزل الله فرضية الجهاد على الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله بنبذ العهود التي كانت بينه وبين المشركين، فمن كان له عهد فإنه ينتظر حتى ينتهي عهده ثم يؤذن بالجهاد، يعني يبلغ أنه سيقاتل بعد نهاية العهد، إلا الذين عاهدتم من المشركين لم ينقصوكم شيئا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، فلم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم. فأعلموا أنهم بعد نهاية العهد يعلن عليهم الجهاد، ومن لم يكن له عهد فإنه أعطي المهلة 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أعطوا مهلة 4 أشهر ثم بعد ذلك يشن عليهم الجهاد من لم يدخل في الإسلام. فإذا انسلخ الأشهر الحرم والمراد بها الفسحة 4 أشهر، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فأمر بقتالهم حتى يتوبوا ويدخلوا في الإسلام، توبوا من الكفر ويدخلوا في الإسلام ويقيموا أركان الإسلام. وفي الآية الأخرى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فبين في هذه الآية الحكمة من شرعية الجهاد، وأنه ليس المراد الطمع الدنيوي أو الاستيلاء على البلاد، وإنما المراد هذه الأغراض العظيمة
إذلال الكفار وإخزائهم وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك في الأرض ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فبين أن الغرض من الجهاد القضاء على الشرك في الأرض وإعلاء كلمة الله وإخلاص الدين لله عز وجل، لأن هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله، وهو من مصلحته في الدنيا والآخرة. بين في هذه الآيات الحكمة من شرعية الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله هو أفضل أو من أفضل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وأعطى الله المجاهدين من الأجر العظيم والثواب الجزيل ما لم يعطه لغيره في كثير من الآيات القرآنية. وإذا ترك الجهاد تسلط العدو، لأن العدو لا يرضى بالإسلام أبدا، ولا يكف إلا بالقتال. أما إذا المسلمون تركوه فإنه لا يتركه، لأنه يحاول إزالة الدين من الأرض وإبقاء الكفر والشرك، كما هو المعروف الآن، كما هو المعروف الآن: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلو تركهم المسلمون لم يتركوا المسلمين أبدا. وكما هو مشاهد الآن من تسلط الكفار على المسلمين في كل مكان، وإبادتهم وإهانتهم لا لشيء إلا لأنهم مسلمون، فهم لا يطيقون رائحة الإسلام أبدا ولا ذكر الإسلام. وهذا لما ترك المسلمون الجهاد. وفي الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا اشتغل الناس، اشتغل المسلمون بأمور الدنيا، الزراعة والحرث والتجارة، وتركوا الجهاد في سبيل الله سلط الله عليهم عدوه وألقى في قلوبهم الذل والرعب حتى يرجعوا إلى دينهم ويرجعوا إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. فحينئذ يعود لهم عزهم ومكانتهم في الأرض. فلا عز للإسلام والمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله على نوعين: نوع منه فرض عين على كل من يستطيع، فرض عين على كل من يستطيع، وذلك في ثلاث حالات. الحالة الأولى: إذا حضر القتال فإنه يتعين عليه أن يقاتل إذا كان يستطيع. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحيزا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا ما يسمى بالفرار من الزحف، وهو كبيرة يجب عليه، ولا يجوز له الانهزام والإدبار على القتال. هذه حالة. الحالة الثانية: إذا استنفره الإمام، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله
استقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. فإذا استنفر الإمام المسلمين للجهاد في سبيل الله وجب على كل من يستطيع الجهاد أن ينفر، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله. الحالة الثالثة، إذا حصر العدو بلاد المسلمين، إذا حصر العدو بلاد المسلمين يريد أن يجتثها، وجب على كل من يستطيع حمل السلاح أن يجاهد في سبيل الله للدفع عن المسلمين وعن بلاد المسلمين. في هذه الأحوال الثلاث الجهاد فرض عين. وأما في غير هذه الأحوال الثلاث فالجهاد فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين بقي في حق الباقين سنة، سنة من أفضل الأعمال. وإن لم يقم به أحد فإن كل المسلمين يأثمون، فلا يندفع عنهم الإثم إلا إذا قام للجهاد، إذا قام للجهاد فئة يحصل بها المقصود، فحينئذ يسقط الواجب عن الأفراد ويبقى في حقهم سنة من أفضل الأعمال. وهذا ما يسمى بقتال الطلب، قتال الطلب. وأما النوع الأول فهو ما يسمى بقتال الدفاع، قتال الدفاع، دفاع فقط. أما هذا فهو قتال طلب، يعني أن المسلمين يطلبون الكفار ويغزونهم في بلادهم، هم يجلسون لما يجونهم الكفار، لا، هم يغزون بلاد الكفار وينشرون الإسلام ويقاتلون من عارضهم، كما حصل ذلك في الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين في المشرق والمغرب، غزوا بلاد فارس والروم ونشروا الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومن أبى فإنه تفرض عليه الجزية ويكون تحت حكم الإسلام، تفرض عليه الجزية والذل والصغار لأجل يكون العز للإسلام ويبقى هؤلاء مستذلين مهانين يبذلون الجزية للمسلمين، إلا من آمن منهم ودخل في دين الله عز وجل. هذا هو الجهاد في سبيل الله والتفصيل فيه، لا كما يقول كثير من الكتاب الجهال المعاصرين الآن إن الإسلام ما هو دين قتال، ولا جاء لأجل القتال ولأجل إلزام الناس، وإنما الإسلام يقاتل إذا اعتدي عليه فقط، فلا عندهم جهاد إلا الدفاع فقط. وهذا ما هو خاص بالمسلمين، كلهم يدافع عن نفسه، حتى البهائم تدافع عن نفسها إذا اعتدي عليها، فهذا ما هو، ما في مزية للمسلمين، الدفاع كل مدافع عن نفسه. فالقتال يكون تارة دفاعا عند ضعف المسلمين، ويكون طلبا وغزوا عند عز المسلمين وقيام دولته، ما هم لأجل أخذ البلاد أو نهب الأموال، وإنما لأجل إعلاء كلمة الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإخراجهم من الكفر إلى الإسلام الذي به سعادتهم في الدنيا والآخرة، وليزول تسلط الكفار على المستضعفين وعلى من يريد الإسلام، يزول سلطانهم.
هذا هو المقصود من الجهاد. فلا يقال إن الجهاد كله من أجل الدفاع فقط، وأن الإسلام ما جاء بالقتال ولا جاء بالجهاد، ويسمون هذا من الوحشية أو من يا سبحان الله. لما أنكم سلكتم هذا المسلك وأرضيتم الكفار، ماذا كانت النتيجة؟ تسلط عليكم الكفار وأذلوكم وهاجموكم في بلادكم بالأفكار والدعايات والسياسات المنحرفة وفرض الأنظمة عليكم والقتل والتشريد للمسلمين من بلادهم وهدم المساجد. هل لما أنكم كففتم عن الكفار واستسلمتم كفوهم واستسلموا؟ لا، بل زاد شرهم. هذا نتيجة ترك الجهاد. فهؤلاء الذين يكتبون عن الجهاد بالإسلام وأنه مجرد دفاع فقط وأنه ليس فيه قتال طلب وأن الدين لا يفرض بالقوة كما يقولون، هذا كله من القول على الله بلا علم. نعم، الدين يقوم على القوة، الدين يقوم على القوة وعلى الحجة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فمن نفعت فيه الحجة وقبلها الحمد لله، وإلا الحديد وهو السيف والسلاح. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فمن قبل الحق الحمد لله، وإلا لابد من الجهاد وحمل السلاح. والمصلحة لهم هم، نخلصهم من الشرك، نخلصهم من الكفر، نخلص المستضعفين من المسلمين في بلادهم، يعود العز بالإسلام ويكون الدين الله هو الظاهر، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما يستطيعون أنهم يصدون أحد عن الإسلام ويفتنون الناس عن دينهم ويكون الدين كله لله. هذا هو الحكمة من شرعية الجهاد. نعم. كتاب الجهاد فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. هذا في غير الأحوال الثلاث اللي فيها يكون فرض عين، وستأتي إن شاء الله. نعم. ومعنى فرض الكفاية الذي إذا لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم، فإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس. يعني سقط الوجوب وبقي سنة في حق الباقين. نعم. فالخطاب ابتدائه يتناول الجميع، وإنما يسقط بفعل البعض فهو في الابتداء كفرض الأعيان، ثم يختلفان، لأن فرض الأعيان لا يسقط عن واحد من فعل غيره، وفرض الكفاية بخلافه. نعم. هذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين لا يسقط عن الإنسان بفعل غيره. الصلاة مثلا تجب على كل مسلم بعينه، فلو صلى بعض الناس ما تسقط الصلاة عن الباقي، لأن يعني هذا فرض عين. أما فرض الكفاية فهو يسقط بفعل البعض، كالجهاد إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نعم. والجهاد فرض كفاية بقضي عامتهم بقول الله سبحانه: لا يشتر القاعدون من المؤمنين غيره بالضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وهذا يدل على أن القاعدين غير محبوبين مع جهاد غيرهم. إيه، لكن يفوتهم أجر عظيم، يفوتهم، هم غير مأثومين إذا قام بالجهاد غيرهم، لكن يفوتهم أجر عظيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أما الذي لا يستطيع، قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذا هم المعذورون، فالمعذور ليس عليه حرج، ولكن من لم يكن له عذر فإنه لا يجوز له ترك الجهاد إذا لم يقم به من يكفي. نعم.
مسألة ويتعين ما لم ينحضر الصف. هذه واحدة يكون فرض عين على في هذه الأحوال من حضر الصف يعني القتال، فلا يجوز له أن يدبر أو أن يجلس في خيمته أو يخلي الكفار يقاتلون المسلمين، بل يحمل السلاح ويقود المعركة إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى. نعم. أو حصل العدو بلده، هذه الصورة الثانية، إذا داهم العدو بلد المسلمين وجب على أهل ذلك البلد من المسلمين أن يحملوا السلاح وأن يدافعوا عن بلادهم لئلا تنتهك أعراضهم وحرماتهم وتهدم مساجدهم. نعم. لقوله سبحانه كتب عليهم القتال وكره لهم، وقال تعالى كتب عليكم القتال يعني فرض وهو كره لكم، لأن النفوس تكره الجهاد لما فيه من المشقة والقتل والجراح، تعريض للخطر، فالنفوس تكرهه طبعا من جهة الطبيعة، ولكن عاقبته تكون حميدة، العاقبة تكون حميدة. نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. وقال الله تعالى قد يقول قائل ما دام إن فيه خطر وفيه ألسنا منهيين عن الإلقاء إلى التهلكة وإلقاء النفس في الخطر؟ نقول نعم صحيح، لكن إذا ترتب على المخاطرة نتيجة أعظم وفائدة أكبر فإنه لا بد من المخاطرة نظرا لما يترتب عليها من المصالح، أما إذا لم يترتب عليها مصلحة راجحة فإنه لا يجوز تعريض للخطر إلا إذا ترتب مصلحة راجحة، والجهاد يترتب عليه مصلحة راجحة. نعم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذه من الآيات التي فيها إيجاب القتال على المسلمين، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فيه أن فيه وجوب الجهاد، وفيه أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب من العدو، فلا يذهبون إلى الكفار البعيدين ويتركون الكفار القريبين، الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، لا تلينوا لهم أو تأخذكم بهم رأفة، بل ليجدوا فيكم غلظة. نعم. مسألة ولا يجب إلا على ذكرين حرين، لا يجب القتال إلا على ذكر، فلا يجب على النساء، النساء ليس عليهن جهاد لأنهن ضعيفات، والقتال يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى أمور لا تطيقها المرأة، فجعل الله القتال فريضة على الرجال خاصة. يقول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول عن النساء، ولما سألت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله إن نجد الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة، فالمرأة ليس عليها قتال وليس عليها جهاد، ولكن لو خرجت مع الغزو تعالج المرضى وتسقي الغزاة يعني تنقل لهم الماء في المعركة فلا بأس بذلك، هذا عمل طيب، يكون معها محرم لا بأس بذلك. خرجت بعض الصحابيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى ويمرضن المرضى
يسقي ماء المجاهدين من الماء، هذا من الإعانة. ولا بأس أن تأخذ معها ما تدفع به عن نفسها من السلاح إذا هم بها عدو. نعم، لكن لا تدخل المعركة. نعم. ولا يجب إلا على أجل حر. فالعبد وإن كان مسلما لا يجب عليه الجهاد لأنه مملوك، منافعه لسيده، فإذا خرج للجهاد عطل منافع السيد. نعم. لا يجب القتال على الصغير الذي لم يبلغ، لأنه لا تجب عليه الواجبات إلا بالبلوغ. رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصغير حتى يحتلم. نعم. عقل. يخرج المجنون الذي ليس عنده عقل لأنه غير مكلف. نعم. مستطيع. مستطيع يعني مستطيع ببدنه، مستطيع ببدنه وماله، أما الذي لا يستطيع فإنه معذور، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. نعم. وذلك أنه يشترط لوجوب الجهاد شروط، أحدها أن يكون ذكرا، فأما النساء فلا يجب عليهن، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم. ولأنها فالحج والعمرة جهاد لما فيهما من السفر ولما فيهما من المشقة، فيهما نوع من الجهاد، وهذا يعني يستطيعه النساء. نعم. ولأنها ليست من أهل القتال بضعفها وخوارجها، ولذلك لا يسأل لها. المرأة ما عندها قوة بدنية ولا عندها قوة فكرية، بل هي ضعيفة العقل وضعيفة والأعصاب، إذا رأت الدماء ورأت الجراح ورأت تنهار أعصابها. الرجل أعطاه الله قوة جلد وتحمل، خلاف المرأة ما عندها أعصاب ولا عندها قوة. نعم. ولذلك لا يسمح لها. لا يسهم لها من الغنيمة، أنها ليست من أهل الجهاد، المرأة ليس لها سهم من الغنيمة. نعم. والثاني الحرية، فلا يجب على العبد، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد، ولأنها عبادة تتعلق بقدر مساحة، فلم يجب على العبد كالحج، لأنه مملوك لسيده، منافع، فلم يبق له شيء، لم يبق له شيء من أعماله يجاهد في سبيل الله، لأن يعني كل منافعه لسيده. نعم. الثالث البلوغ، فلا يجب على صبي، لأن الصبي ضعيف البنية. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عمر وانا اربعه سنه، فلم يجزني في المقاتله. متفق عليه. نعم. هذا دليل على ان الذي لم يبلغ فانه لا يجب عليه الجهاد، لان ابن عمر استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم احد فلم يأذن له، وكان عمره 14 سنة، ثم استأذنه يوم الخندق، يوم الخندق فأذن له وكان قد بلغ 15 سنة. استدل العلماء بهذا على أن سن البلوغ هو 15 سنة. نعم. الرابع العقل، فلا يجب على مجنون، لأنه لا يتأذى منه الجهاد، فهو في ذلك. المجنون ليس عنده فكر ولا يدري وش الجهاد ولا يدري، فهو مثل الطفل، أو ربما الطفل أحسن تصرفا منه. نعم. الخامس المستطيع، رواه يكون صحيحا في بدنه قادرا على النفقة، فأما
الأعمى والأعرج والمريض فلا يجب عليه الجهاد، لأن العمى عضو لا يخفى، وأما العرج فإن كان كثيرا منع وإن كان يسيرا لم يمنع، فالمرض كذلك. وذلك لقوله سبحانه: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في ترك الجهاد. وأما النفقة فتشترط بالاستطاعة لقوله سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على الأقرب ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الجهاد يكون بالمال ويكون بالبدن، فمن كان يستطيع بماله وبدنه وجب عليه الأمر أن يجاهد بماله وببدنه. وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ومن كان يستطيع في بدنه ولكن لا يستطيع بماله فإنه لا يجب عليه الجهاد، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وإن كان مستطيعا في ماله ولا يستطيع في بدنه وجب عليه الجهاد بماله، لأن يخرج من ماله ما يجاهد به في سبيل الله ويؤمن السلاح والغزاة. نعم. ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآله فتعتبر قربة عليها. وقال الله سبحانه: ولا على الذين إلا ما أخذت لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. وهذا لما إذا كانت المسافة تحتاج إلى ركوب فلا بد من الراحلة. مسألة: والإنسان أفضل التضرع. نعم. لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ الجهاد الذي هو الجهاد الذي هو فرض الكفاية هو أعظم أنواع التطوع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل ما هو العمل الذي يكون أفضل من الجهاد فقال لا أجد، ثم سئل فقال لا أجد، ثم سئل فقال لا أجد، فليس هناك شيء أفضل من الجهاد في سبيل الله وإن كان تطوعا فهو أفضل الأعمال. نعم. لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. نعم. وعن أبي سعيد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. مسألة: وغزو البحر أفضل من غزو البر؟ لما روي عن أنس رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزو البحر أفضل من غزو البر، لما في البحر من الخطر، البحر فيه خطر أما البر فهو أقل خطر، فلذلك صار غزو البحر وركوب السفن والمراكب البحرية القتالية أفضل. نعم. لما روي عن أنس رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت أم حرام: ما يحبك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثلج هذا البحر، ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، متفق عليه. وروى أبو داود عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المائل في البحر الذي يصيبه القيد له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيدين. وروى ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائل في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموضعين كقاطع الدنيا في طاعة الله. وإن الله تعالى وكل ملك الموت
إلا شهيد البحر فإنه يتولى أمر أرواحهم ويغفر ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين ولأن الغازي في البحر أعظم خطرا ومشقة فإنه بين خطر العدو وخطر الغرق ولا خطر العدو وخطر البحر والغرق فهو أعظم خطر من غزو البر. نعم. ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه فكان أفضل من غيره. كذلك الغزو في البر يستطيع الإنسان الفرار إذا لم يكن هناك بد من الفرار، لكن البحر لا، ما يستطيع الفرار. نعم. أسألك ويغزى مع كل بر وفاجر. من الذي يقيم الجهاد؟ هو إمام المسلمين الذي يقيم الجهاد ويأمر به ويشرف عليه وينظمه، هو إمام المسلمين على من صلاحياته، ولا يجوز الغزو بدون إذن الإمام أو قيادة الإمام أو من ينوبه أو من ينيبه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود الغزوات في نفسه، وأحياناً كان صلى الله عليه وسلم يقيم عليها وكيلاً عنه ونائباً عنه يقودها، فهو من صلاحيات الإمام. ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا بدون إذن الإمام. نعم. وإذا لم يكن لهم إمام فإنهم لا يجوز لهم القتال، لأنهم يعرضون الإسلام للخطر وهجوم العدو عليه، فلا بد من أن يكون الذي ينظم الجهاد ويشرف عليه ويتولاه إمام المسلمين، فإن لم يكن لهم إمام لم يجب عليهم قتال. نعم. ولا يشترط في الإمام أن يكون سليماً من المخالفات 100%، بل تكون له الصلاحية ويكون له السمع والطاعة ولو كان عنده شيء من المعاصي والمخالفات ما لم يصل إلى حد الكفر. المخالفات التي هي دون الكفر ودون الشرك لا توجب الخروج عليه وشق عصا الطاعة ومخالفته. نعم. مع كل بر، البر هو المستقيم، هذا طيب إذا حصل، وفاجر يعني الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر فيغزى معه ويصلى خلفه الجمعة والأعياد جمعا للكلمة، هذا منهج المسلمين وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الغزو مع إمام المسلمين برا كان أو فاجرا، والصلاة خلفه جمعا للكلمة. نعم. يعني مع كل إمام. نعم. رواه ابن عبد في إسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير فضلا كان أو فاجرا، ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد وظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم وإظهار كلمة الكفر وفيه أعظم الفساد. نعم. إذا ترك الجهاد مع الفاجر من الولاة حصل ضرر أعظم وهو تسلط العدو، وإذا جهد معه حصل مصلحة أكثر وفسقه وجوره عليه، فسقه وجوره عليه، أما الجهاد فهو في مصلحة المسلمين. نعم. مسألة ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. هذا قاتل الذين يلونكم، فيبدأ المسلمون بالعدو المجاور قبل البعيد. نعم. لقول الله سبحانه قاتل الذين يلونكم من الكفار ولأن الأمر أكثر ضررا وفي مقاتلته تحرر به عن المقاتل وعن من وراءه.
العدو القريب أعظم ضررا من العدو البعيد، فيبدأ بالعدو القريب. نعم. وللمقاتل في دفع مطلق ضرره عن المقاتل وعن من وراءه، والاشتغال بالبعيد أن يمكنه من امتداد الفرصة للمسلمين للاشتغال بهم عنه. مسألة: إذا ذهب المسلمون للعدو البعيد وتركوا القريب، فإن القريب يتسلط على بلادهم. هذا من الحكمة في أنه يجب قتال العدو القريب. نعم. مسألة: وتمام الرباط 40 يوما. رباط هو البقاء، الرباط هو البقاء، البقاء البقاء في الثغور، الحدود، يعني حدود بلاد المسلمين التي عليها ثغور وخفارة، فالبقاء فيها احتسابا لوجه الله، هذا هو الرباط في سبيل الله. والمرابط إذا مات في رباطه يجري عليه عمله إلى يوم القيامة. نعم. وتمام الرباط 40 يوما، يعني أقل مدة الرباط التي يمكث فيها المسلم في على حدود المسلمين 40 يوم، وما زاد فهو أفضل. نعم. والرباط الإقامة بالثغر مبنية للمسلمين على الكفار. الثغر يعني المدخل، مداخل بلاد المسلمين، فهم يبقون فيها حماية لبلاد المسلمين أن يتسلل إليها أحد من الأعداء. نعم. والثغر كل مكان يخيف أهله العدو فيخافونه. نعم. وروى أبو داود بإسناده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. نعم. وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمل حتى القبر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتاح. أخرجه مسلم. ومن ذلك الحراسة، حراسة الجيش، إذا نزل الجيش ورقدوا فالذي يقوم بحراستهم من عدوهم يدخل أيضا في الرباط في سبيل الله. نعم. وإذا ثبت هذا فإن تمام الرباط 40 يوما، كذلك قال ابن عمر وأبو هريرة. وروى الشيخ في إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمام الرباط 40 يوما. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رباط يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين. والرباط عرفنا هو ملازمة الثغور والحدود، حدود البلاد الإسلامية، لئلا يتسلل منها العدو أو تتسلل منها الأضرار على المسلمين، فهو يقيم بهذه الثغور لمنع دخول هذه الأشياء إلى بلاد المسلمين، فله في ذلك عظيم الأجر مع الاحتساب والصبر. نعم. عن أبي هريرة قال: رباط يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين. نعم، لأن موافقة ليلة القدر فيها فضل عظيم، ولكن أجرها قاصر أو نفعها قاصر على صاحبها، لكن رباط في سبيل الله هذا نفعه يتعدى للمسلمين، لذلك صار أفضل من ليلة القدر على ما في ليلة القدر من الفضل العظيم. نعم. في أحد المسجدين، مسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وروى جابر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الرباط فقال له كم رابط؟ قال 30 يوما. وعن وروى جابر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الرباط فقال له كم رابط؟ قال 30 يوما. قال عزمت عليه إلا رجعت حتى تتمها 40 يوما. نعم. ولو رابط أكثر من ذلك فقل فله ثواب ما عليه. نعم. مسألة ولا يجامل من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه. نعم. هذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية. لا يجاهد إلا بإذن والديه، لأن حق والديه متأكد بعد حق الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين يأتي في الدرجة الثانية بعد حق الله سبحانه وتعالى. ولأن رجلا جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد فقال أحي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، فإذا لم يأذنا له لم يجوز له الخروج للجهاد. هذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية، أما فرض العين فلا، ليس لأحد أن يمنع منه. نعم. ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه، لما روى عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال لما روى عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجاهد؟ قال ألك أبوان؟ فقال نعم. قال ففيهما أجاهد. وروى الترمذي عن ابن عباس مثله وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية جئت لأبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان، فقال لو جئت أركبهما كما أبقيتهما. وعن أبي سعيد أن رجلاً هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من يمن أحد؟ قال نعم أبواب. قال أبنا لك؟ قال لا. قال فارجع فاستأذنهما فإن أبنا لك فجاهد وإلا فبرهما. رواه أبو داود. كل هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز المسلم أن يخرج للجهاد الذي هو فرض كفاية إلا بإذن والديه. وبعض الجهال في هذا الوقت يقولون لا، يروح لو ما أذن له والداه، لأنه يجب على والديه أن يكونا في المعركة وراهم يجلسون، فإذا جلسوا ما يمنعون الولد. هذا من الجهل، هذا كلام جاهل، لكن صور نفسه أنه عالم وكتب في ذلك كتابات ومقالات من هذا النوع السمج الذي يخالف الأدلة. نعم. ولأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية. نعم. وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. نعم. حق الوالدين فرض عين على الولد، والجهاد فرض كفاية. هذا في النوع الثاني من الجهاد، أما فرض العين الذي سبق بيانه هذا ما يمنع منه الوالد ولا غيره. نعم. فإن كان أبواه غير مسلمين فلا يجوز أن لهما. نعم. لأن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون وآباؤهم مشركون لا يستأذنونهم. نعم، لأن الله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وليس للكافر سبيل على المسلم ولو كان ابنه، لأن الدين فرق بينهما والنصرة انتفت بين الكافر والمسلم ولو كان أقرب الناس. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرة. نعم. فلا موالاة ولا مناصرة بين المسلم والكافر. نعم. لأن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذا على الولد أن يحسن إلى والديه الكافرين
عليه أن يحسن إلى والديه الكافرين بالنفقة والهدية والبر، كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في الدنيا معروفا، فيبر بوالديه ولو كان كافرين، لأن هذا من باب المكافأة، ما هو من باب الموالاة والمحبة، وإنما هو من باب المكافأة على تعبهما وتربيتهما له وهو صغير. نعم. فالوالد له حق ولو كان كافر، له حق البر على ولده ولو كان كافر. نعم. كانوا يجادلون إنما هذا في فرض الكفاية لا في فرض العين. أما فرض العين من الجهاد فليس فيه المنع لأحد. لا. كما لا يمنعك والدك من الصلاة، كذلك لا يمنعك من الجهاد الذي هو فرض عين. نعم. إلا أن يتعين على الاجتهاد فلا إن له معنى، لأنه صار فرض عين. وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله. وكذلك كل ما وجد من خلاف فرض الكفاية فإن تركه ليس معصية. فرض الكفاية تركه ليس معصية، أما فرض العين فتركه معصية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. وكذلك كل ما وجد من الحج والصلاة في الجماعة والسفر بالعلم الوالد، ولأنه كل هذا ما يمنع منه الوالد، ما يمنع من الصلاة مع الجماعة، ولا يمنع من فريضة الحج إذا أراد ولده أنه يحج وهو مستطيع، ما يمنع من أداء الفريضة لأنها صارت فرض عين عليه. كذلك طلب العلم الذي لا بد له منه، معرفة دينه، ما يمنع والده من ذلك لأن هذا فرض عين. نعم. ولأنه عبادة تعينت عليه فلا يعتبر إثم الأبوين في هذه الصلاة. مسألة: ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاهرة في السن. نعم. ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاهرة في السن لسقي معه ومعالجة الجرحى. نعم، قلنا أن المرأة المسلمة لها الخروج مع المجاهدين لمداواة الجرحى وسقي الماء ومعالجة المرضى وغير ذلك من التي تستطيع القيام بها، ولكنها لا تدخل أرض العدو إلا إذا كانت كبيرة في السن لئلا يطمع بها، لئلا يطمع بها العدو. نعم. ويكره دخول النساء الشباب أرض العدو، لأنهن لسن من أهل القتال لاستيلاء الثور والجن عليهم، ولا يؤمن ظهر العدو بهم فيستحل منهن ما حرم الله. فأما امرأة طاهرة في السن إذا كان فيها نفع مثل سقي الماء وعلاج الجرحى فلا بأس به. وقد قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح هذه المقولة إن الإسلام من انتشر إلا بالسيف؟ الإسلام انتشر بالدعوة وبالسيف، انتشر بالاثنين، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وانتشر أيضا بالسيف لمن عاند. الذي يقبل الدعوة ويستجيب الحمد لله، وأما الذي يعاند بعد قيام الحجة عليه فليس له إلا السيف لكف شره،
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أن طلبة العلم أن الجهاد شرع حتى يتمكن المسلمون من إبلاغ الكفار دين الله والإسلام، دين الله والإسلام، بسبب أن حكام الكفار يمنعون ذلك، فإذا تمكن الدعاة من إبلاغ الكفار الدين الإسلامي من غير جهاد فإنه لا يشرع الجهاد، فما رأي فضيلتكم؟ طيب، ولا بلغوه معي ويقبلون يتركون؟ ما من خلاف، يبلغون أول الدعوة ويدعون إلى الإسلام، هذا الشيء لا ينازع فيه أحد. ولكن إذا أبوا قبول الدعوة وأصروا على الكفر يتركون؟ يقال بلغتهم الدعوة وخلاص؟ لا، يقاتلوا، من دعي ولم يقبل يقاتل. نعم، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أبوا فقاتلوا، فاستعن بالله قاتلوا. لما أرسل علي يوم خيبر أعطاه الراية قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، فأمره بدعوتهم أولا إلى الإسلام، ثم إذا لم يقبلوا فليقاتل. وهذا الذي حصل، وكذلك في وصيته للقوات يقول ادعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فاستعينوا بالله وقاتلوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد طلبة العلم الكبار إنه لا يعرف اليوم على وجه الأرض جهاد في سبيل الله، فهذا للجسم وهذا للطائفة وهذا للأرض وهكذا، فما هو رأي فضيلتكم وفقكم الله؟ هذا الحكم غير صحيح، ولا يعلم الغيب ولا يعرف أهل الأرض كلهم، ما يعرف، ما يجوز الإطلاق هذا الكلام. يقول أنا لا أعلم، ما يقول ما في الأرض مثلا، ما في الأرض من يجاهد في سبيل الله، لكن يقول أنا ما أعلم أحد. كونك لا تعلم لا يدل على عدم وجوده، فيجب أن المسلم يتأدب في الكلام ولا يطلق الكلام على عواهنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر قتال الجو في زماننا الحاضر أفضل من جهاد البر والبحر أيضا؟ لا، ما هو مثل جهاد البحر، جهاد البحر أشد خطر. الجو مثل اللي في البر، يمكن يهبط على الأرض أو ينزل في مظلة ويهرب أو يعمل شيء، لكن اللي في البحر ما له حيل، ما له إلا الغرق ولا الجهاد في سبيل الله. نعم، الجهاد في الجو هذا تابع للجهاد في البر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل العدو بلاد بعض المسلمين واستولى عليها، فماذا يجب على هؤلاء المسلمين؟ وهل يخرج القادم منها أم يحكم عليه الخروج؟ حسب الاستطاعة. إذا كان يستطيع الخروج والفرار بدينه والهجرة إلى بلاد المسلمين وجب عليه، إن كان لا يستطيع فإنه يبقى بقدر الضرورة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أن الجهاد أفضل التطور، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صوم عشر ذي الحجة إنها أفضل الأعمال، فقال رجل ولا الجهاد في سبيل الله، فقال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الجهاد أفضل من حيث العموم، وهذه العشر أفضل من حيث الخصوص، يعني من حيث خصوص هذه العشر فقط، إن انتهت العشر انتهت الفضيلة، لكن الجهاد دائما هو أفضل الأعمال. نعم. الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يعد الجهاد من أركان الإسلام؟ له وجهة نظر. نعم، له وجهة نظر، لأن يعني بعض العلماء يرى أنه من أركان الإسلام. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قاتل دفاعا عن نفسه وحريمه وماله ووطنه فهل يعد هذا من الجهاد في سبيل الله؟ نعم، اذا كان قصده دفع الظلم عنه
ودفع الصائل عن نفسه وعن ماله، بل هو شهيد إذا قتل وهو يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن حريمه فهو شهيد كما جاء في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل، جهاد القتال أم جهاد طلب العلم وتعليم الناس؟ لا، جهاد القتال أفضل، جهاد القتال أفضل لما فيه من إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. الجهاد في سبيل الله يقولون أفضل من تعلم العلم، العلم غير الضروري، أما العلم الضروري فلا، هذا مقدم، يعني يعرف الإنسان عقيدته ويعرف صلاته وزكاته وصيامه وحجه وأركان الإسلام، هذا علم ضروري لا بد منه، وما زاد عن ذلك من علم المواريث والمعاملات والأوقاف والوصايا والأنكحة فهذا فرض كفاية، يكون فرض كفاية، من قام به سقط الإثم عن الباقي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة ما ترويه بعض كتب التاريخ من أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان جبانا قال أنه يقطع عن نساء المدينة ولا يأكل إلى الجهاد والقتال؟ البحث عن هذا لا يجوز، يعني حسان رضي الله عنه من الأنصار من الأنصار والذين دافعوا عن الإسلام بالشعر والقول، وكان شعره أشد على المشركين من وقع السهام، وقال له صلى الله عليه وسلم أهجهم وروح القدس معك، فحسان له فضائل، ولا يجوز البحث عن هذه الأمور من سواء صحت ولا ما صحت، ما لنا دخل فيه، لأن هذا يفتح مجال للكلام في الصحابة، ولسنا ممن يتتبع نقائص المسلمين عموما فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ذكر هذه الأمور نشرها بين الناس. نعم. وإن كانت مسودة في التاريخ قد يكون كتبها مغرض أو كتبها، فلا يجوز البحث عنها ونشرها، يعني ما لقيت ما تبحث إلا أن حسان فيه جبانة، مش الداعي لهذا. نعم. ولا لقيت الحسان فضائل ابدا الا هل انت تقول انه يعني جبان، انت جبان بعد، يمكن كنت اكثر جبانه من غيرك. نعم. الحاصل انه لا يجوز التنقيب عن ما قيل في الصحابه حتى ولو صح، ما يجوز نشره ولا يجوز، لما له من الفضائل اللي تغطي ما قد يصح من بعض النقائص، تغطي نقائصها، فلهم فضائل ولهم سوابق ولهم أعمال ما هي عند غيره، فالواجب الكف عنهم والثناء عليه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هذا موقف المسلم من السلف الصالح ولا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاء الجندي قد ذهب إلى الحراسة بأمر ولي الأمر بدون نية الرباط واحتساب الأجر، إذا كان الجندي قد ذهب إلى الحراسة بأمر ولي الأمر بدون نية الرباط واحتساب الأجر، فهل له أجر في ذلك؟ له أجر، لكن ما هو مثل أجر من أخلص النية، هم مثل أجر من أخلص النية، وإلا قيامه بالعمل الذي ينفع المسلمين له فيه أجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز في هذا الوقت أن يدعو المسلم بقيام فريضة الجهاد في هذا الزمان، أم يعتبر هذا من تمني لقاء العدو؟ ينبغي إشاعة فضائل الجهاد في سبيل الله وإعلام الناس بها ونشرها، تفقيه الناس فيها، لأن هذا من واجبات المسلمين ومن واجبات دينهم، فدراستها والبحث فيها ومعرفة أحكامها هذا أمر مطلوب في كل زمان، حتى ولو كان في زمان
ليس فيه جهاد، فلا ينسى الجهاد بل يذكر وينوه بشأنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الرابط قول فضيلتكم فاسق أو فاجر، وهل هناك فرق بينهما؟ وهل يصح أن يقول رجل لآخر إنه فاسق إذا كان مثلا مسبدا أو حالقا بيده؟ الفاسق والفاجر هو المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هذا هو الفاسق، من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا فاسق ويقال له فاجر، يعني خارج عن طاعة الله. وأما من ارتكب صغيرة ومحرما ولم يصل إلى حد الكبيرة فهذا لا يقال إنه فاجر ولا إنه كافر، لكن يقال إنه عاصي وآثم. نعم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فقسم المخالفات إلى ثلاثة أقسام: كفر وفسوق وعصيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم بمقولة إن جهاد النفس أشد من جهاد العدو؟ والإنسان لا يجاهد العدو إلا بعد ما يجاهد نفسه، ما في شك، فجهاد النفس لا شك أنه أهم مقدم، فمن لم يجاهد نفسه فإنه لا يجاهد، لا يستطيع جهاد العدو. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.